السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، لازلنا مع كتاب التوبة، هذا المجلس الثاني في رسالة ابن أبي الدنيا في كتابه. قال الفرزدق: إني لقيت أبا هريرة فقال: يا فرزدق، إني أراك صغير القدمين، فالتمس لهما موضعا عند الحوض. فقلت: إني قد عملت كذا وعملت كذا. فقال: إن التوبة لا تزال تقبل ما لم تطلع الشمس من مغربها. عمل عبد ما عمل من شيء. وهذا يفتح الباب على مصراعيه لكل من أراد أن يرجع إلى الله حتى وإن كان مشركا. قال الله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. فهذه هائلة المعنى. قال الله عز وجل: هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. فقبول توبة العبد، إذا عاد العبد إلى ربه سبحانه وتعالى، الأصل أن يحسن العبد الظن بربه سبحانه وتعالى أنه لا يرده. فإذا أخلص ما في قلبه لله سبحانه وتعالى في الرجوع والتوبة إليه، ما رده ربه سبحانه وتعالى. وقال عبد الله يعني ابن مسعود: إني لأعلم آيتين في كتاب الله لا يقرأهما عبد عند ذنب يصيبه ثم يستغفر الله إلا غفر له. قلنا: أي آيتين في كتاب الله؟ فلم يخبرنا. ففتحنا المصحف فقرأنا البقرة فلم نصب شيئا، ثم قرأنا النساء وهي في تأليف عبد الله على إثرها، كان يجعل النساء بعد البقرة. فانتهينا إلى هذه الآية: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفور رحيما. قلت: أمسك هذه، يعني دي حسبها واحدة هي. ثم انتهينا في آل عمران إلى هذه التي يذكر فيها: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ثم أطبقنا المصحف وأخبرنا بهما عبد الله فقال: هما هاتان. نعم، هاتان الآيتان ما قرأ بهما عبد إلا عند ذنب أو مصيبة أو عند ذنب يصيبه ثم يستغفر الله بهاتين الآيتين إلا غفر له. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفور رحيما، هذه في النساء. والثانية قول الله سبحانه وتعالى: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وهذه توضع في الركعتين، في ركعتي التوبة. هذه في الأولى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. والثانية: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. قالوا عن عبد الرحمن بن يزيد بن معاوية: قال الكلمات التي تلقى آدم من ربه فتاب عليه: لا إله إلا أنت، سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي وأنت خير الغافرين. لا إله إلا أنت، سبحانك وبحمدك، عملت سوءا وظلمت نفسي فارحمني وأنت خير الراحمين. لا إله إلا أنت، سبحانك وبحمدك، عملت سوءا وظلمت نفسي فتب علي، إنك أنت التواب الرحيم. قال مجاهد: الران أيسر من الطبع. كلا بل، ران اللي هي الطبقة أيسر من أن يطبع على القلب، والطبع أيسر من الأقفال، أم على قلوب أقفالها، أفضل من أن
يكون حاله أسوأ من أن يكون حاله مطبوع عليه. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم. ومن ترك الجمعة مثلا ثلاثة جمع متهونا بها طبع الله على قلبه، ختم الله على قلبه. والأقفال أعلى درجة، فكلا بل ران المرتبة الأولى من فساد القلب بأثر الذنوب، والثانية يطبع على القلب، نسأل الله السلامة والعافية. والران سبب الذنب بعد الذنب كما قال الحسن، الذنب بعد الذنب، فتعلو على القلب طبقة من ران تحجب نور الوحي، فيقرأ عليه فلا ينتفع به لأنه محجوب بهذا الران. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال: والطبع أيسر من الأقفال. الطبع أيسر من الأقفال، أن يطبع على قلبه مرتبة قبل النهاية، والنهاية أم على قلوب أقفالها، في قلوبهم في أكنة مما يدعوهم إليه، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، في أذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون، قل ما شئت وأمر بما شئت وانهى عما شئت، نحن لا نسمع شيئا مما تقول ولا نعي شيئا مما تأمر به. القلب محجوب تماما. وقالوا قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. لما طبع عليهم حكم عليهم بعدم الإيمان، فهذه عقوبة هائلة إذا غلف القلب بهذه الأشياء التي تمنع عنه الهداية، وتمنع عنه مادة حياته، تمنع عنه مادة حياته، فيظل القلب يحتسي السموم حتى يكون مصرعه مؤلما شديدا مهلكا، ثم بعد ذلك ينتقل إلى أنه لا يستغني عن مادة قتله، ويجزع جزعا شديدا من مادة حياته. قال الله عز وجل: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. وقال الله عز وجل في المؤمنين الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وروى أبو هريرة كما عند أحمد: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الأعمال ستة، عمل بمثله وعمل بمثليه وعمل بعشر وعمل بسبعمائة وعمل موجب وعمل موجب. فقيل: كيف ذاك يا رسول الله؟ قال: وأما عمل بمثله فرجل هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، ورجل هم بسيئة فلم يعملها فلم يكتب عليه شيء بمثله، ورجل عمل حسنة فضوعفت له عشرا هذا بمثليه، ورجل أنفق في سبيل الله فضوعفت له سبعمائة، وعمل موجب للجنة وعمل موجب للنار. عمل يوجب للعبد للفاعل الجنة، وعمل يوجب للعبد النار، نسأل الله السلامة والعافية. عمل واحد، قد يكون عمل واحد، نعم، فالشرك أوجب للعبد النار. وهناك ثمة كبائر تجعل صاحبها من أهل الوعيد ومقرب للعقوبة وأقرب من أن يؤخذ به فيلقى في النار. قالوا عن ابن عباس في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له عشرا إلى سبعمائة ضعف، إلى أضعاف كثيرة. ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت عليه سيئة واحدة أو يمحاها الله.
ولا يهلك على الله إلا هالك. فالهم بالحسنة أخذ النية فيها، العزم إن هو سيفعلها، وحال بينه حائل مانع حقيقي كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له حسنة كاملة. وكذلك السيئة، من هم بسيئة فلم يعملها ليس مطلقا، ليس لأنه شغل عنها أو قام عذر به فمنعه منها، هذا مأزور عليه من الإثم أن فعل بنيته. لذلك ورد في الرواية الأخرى قال إنما تركها من جراي، من خشيتي، وتركه إياها من خشية الله سبحانه وتعالى هذا الذي أخذ بها أجرا. فإن هم فلم يعملها لله سبحانه وتعالى إنما يضاعف له الأجر أو يأخذ الأجر على هذا الذي تركه لله سبحانه وتعالى، إنما تركها من جراي. وقال أبو عثمان النهدي أتيت أبا هريرة فقلت له إنه بلغني أنك تقول الحسنة تضاعف، قال وما أعجبك من ذلك؟ العجيب فيها يعني، فوالله لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول إن الله لا يضاعف الحسنة 2000 ألف حسنة. هذا ليس مطلقا، ليس في كل الحسنات، بل يضاعف العمل على حسب ما يقع معه من قرائن إخلاص واحتساب وحب وإضاعة لحظ النفس، قيام العمل على وجه كامل تضاعف فيه الحسنات تضاعفا هائلا. فصورة العمل ليست هي التي يقوم عليها الأجر، إنما حقيقة العمل الذي يقع في القلب، والله عز وجل مطلع على قلب عبده فيه ويرى ما الذي حل به. فإن كان في قلب العبد حبا وخوفا ورجاء وانكسارا وفرحا بخدمة سيده وسرورا بقربه منه، كل ذلك يضاعف به العمل. فقد يصل العمل إلى 2000 ألف حسنة أو إلى أي 2000 ألف حسنة. هنا يأتي السؤال، لماذا أورد ابن أبي الدنيا هذه الآثار من الأعمال في كتاب التوبة؟ لأنه من لوازم التوبة العمل الصالح، وإلا صاحبه دعي. قال النبي، قال الله عز وجل إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وقال عمر لما أن كان منه يوم الحديبية وكأنه رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لعله أخطأ في اجتهاده، فقال فلما نعطي الدنية في ديننا؟ قال عمر فعملت لها أعمالا. ظل بعد ذلك يعمل أعمال صالحة ضخمة جدا، ضخمة جدا، حتى يداوي هذا الجرح والذنب الذي فعل. لذلك تأخير التوبة نوع أمن من مكر الله، ودي أزمة ضخمة، إن إحنا ممكن مش شايفين الذنب، في حين إن إحنا لما نتذكر وكيف يكون الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى وكيف يكون الحساب، يكون الأمر مفزع. فلا بد للعبد أن يحدث توبة حتى يزول أثر هذا الذنب بالقلب وتزول من الصحيفة كذلك هذه الذنوب، ولا يحاسب عليها بين يدي الله ولا يعرض نفسه للمهلكة. لذلك قال عثمان بن زائدة، قال لقمان لابنه يا بني لا تؤخر التوبة فإن الموت قد يأتي بغتة وسيبدأ الحساب، إذا مت بدأ الحساب، فبادر أن تكون متجهزا لهذا اللقاء الحق وكن على استعداد له ولا تغفل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
وقال ابن مسعود: أكبر الكبائر الشرك بالله، والقنوط من رحمة الله، والأمن لمكر الله، واليأس من روح الله. وهذا ورد مرفوعا، صححه الشيخ الألباني رحمه الله، منسوب للنبي صلى الله عليه وسلم: أكبر الكبائر الشرك بالله، والقنوط من رحمة الله. وهذا باب كبير جدا للشيطان، يعظم ذنبك في عينك لا لانكسار قلبك، حتى ييأسك من الرجوع إلى الله ترى أخرى. يقول: أنت لن تستطيع أن ترجع، أنت فعلت وفعلت، أنت فعلت وفعلت. ساعتها أقول له أن الله عز وجل قد فتح باب توبته فتحا هائلا، حتى قال الحسن رحمه الله تعالى في قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، قال: انظروا إلى رحمة الله، يقتلون أولياءه وهو يدعوهم إلى التوبة. وكذلك الذين كفروا به ونسبوا إليه النقص وسبوه ونسبوا الألوهية لعبده، قال الله عز وجل: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، وقال: انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد، سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، فما أحلمه سبحانه وتعالى. لم يعاجل العباد بالعقوبة، ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال صلى الله عليه وسلم: ما أحد أحلم على أذن سمعه من الله، ينسبون إليه الولد وهو يرزقهم ويعافيهم، بل يصير الذي يقتل ويصد عن دينه، يصيره وليا له، وما ضره، ما أوقعه من صد عنه وتنفير عن عبادته. فهذا عمر رضي الله عنه فعل أفاعيل في الصحابة قبل أن يسلم، ثم صار ثالث رجل في الإسلام. من الذي أخذ بيده وهذا قلبه وقومه؟ وكيف صير الله سبحانه وتعالى أناسا كانوا في غفلة إلى سادة من أوليائه؟ كيف يأخذ رجلا قاطع للطريق يعتلي سورا للذهاب لأن يزني بامرأة فيسمعه: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا، فيصير بعدها عابد الحرمين الفضيل ابن عياض. وهذا الذي كان يسكب الخمر على لحيته حتى ماتت ابنته فصيره مالك بن دينار، وهذا الذي كان جاهلا لا يدري شيئا فصيره العز بن عبد السلام، وهذا الذي كان ينتوي مدرسة نظامية يقتات منها فصيره الغزالي شيخ الشافعية، وهذا الذي كان جهولا في الثلاثين أو في العشرين لا يدري أيصلى قبل العصر بعد العصر أم لا يصلى، وينكر عليه عوام الناس حتى صيره ابن حزم إمام الأندلس. من الذي أخذ بأيديهم؟ كيف لا يثق العبد في رحمة الله سبحانه وتعالى، وأنه إذا أقبل عليه
كفاه وهداه وعافاه وآواه، ونحن لا نعهد على الله إلا ذلك. ولو أن الأمر صار على معالجة كل خطأ ما كان منا بقاء في هذه الحياة، فله الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. قال مجاهد عن عبيد بن عمير قال: لا يأمن داود يوم القيامة يقول: ذنبي ذنبي، فيقال له: أدنه، حتى يدنو إلى مكان كان يأمن به. فذلك قوله: وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب، يقربه في مكان لغاية ما يحس بالأمن خلاص. قال: فهذا مصداق قولي: وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. وحسن مآب هنا مسألة مهمة، وهي مسألة العمل الصالح مستلزم للتوبة، التوبة مستلزمة لهذا العمل الصالح. قال علي بن حسين: إنما التوبة بالعمل والرجوع عن الأمر، وليست التوبة بالكلام، وليست التوبة بالكلام. ويصير الذنب بقرائنه عظيما، وهذا يستحدث للعبد توبة على قدر هذه العظمة. فكلما عظم الذنب كلما اشتدت التوبة وثقلت على العبد، ولا يصلح فيها مجرد الشيء اليسير فيها. قال ابن عباس: كل ذنب أصر عليه العبد كبير، وليس بكبير ما تاب منه العبد. كل ذنب أصر العبد عليه العبد كبير، وليس بكبير ما تاب منه العبد. لو كانت كبيرة من الكبائر تاب منها صارت في حقه من المبدلات إلى حسنات خلاص. لكن أن لنا بتوبة نصوح يثقل بها القلب وينجلي بعد فعل الذنب. قال عن حفص بن ميسرة قال: قدم بشير بن روح المهلبي أميرا على عسقلان، فقال: من ها هنا؟ قيل: أبو عمرو الصنعاني، يعني حفص بن ميسرة. فأتاه فخرج، يعني مين من أهل العلم هنا يجيله؟ قال: فأتاه فخرج إليه فقال: عظني عظني، ده الأمير رايح له. فقال: أصلح ما بقي من عمرك، يغفر لك ما قد مضى منه، ولا تفسد فيما بقي فتؤخذ فيما قد مضى. يا عباد الله، الأعمال والخواتيم. قال صلى الله عليه وسلم: الأعمال والخواتيم. فلا يغترن عبد بما هو فيه من الهداية الآن، ولا يقنطن عاص بما فيه من الشقاء الآن. رب عبد انكسر قلبه بين يدي الله فجبره، فختم له بالحسنى. ورب عبد انطوى على خبيئة قبيحة فجوزي بها فساءت خاتمته. وليس للعبد في ذلك إلا الله، هو الذي يتداركه برحمته، وإلا تعرض العبد فيه للهلاك. نشير غدا بإذن الله سبحانه وتعالى إلى بعض قرائن العمل التي يعظم بها الذنب. الله أسأل أن يتوب علينا توبة لا نشقى بعدها أبدا، وأن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه. صلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.